هذا الحديث فيه دليل على الدلك، لكن دلك مواضع الحيض والنتن والرائحة الكريهة لا مطلقا. لكن مع ذلك قال العلماء إنه يسن للمغتسل أن يتدلك حتى يتيقن من وصول الماء إلى جميع البشرة، لأنه إذا لم يفعل فربما ينبو الماء عن مواضع من البشرة من حيث لا يعلم. وقد أشار القحطاني رحمه الله في نونية المشهورة إلى ذلك فقال: والغسل فرض والتدلك سنة، وهما بمذهب مالك فرضان، يعني الغسل والدلك. وفيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أحيانا يذكر الكلام مجملا، إما استحياء من ذكر التفصيل أو لغير ذلك، بدليل أنه كررت عليه هذه المرأة وكان يقول تطهري، حتى إنها لما كررت عليه قال سبحان الله، يعني أتعجب من كون هذه المرأة لم تفهم ما قلت، مع أن هذا مما يصيب النساء كثيرا، فكان الجدير بها أن تفهم هذا. قالت فاجتبذتها، يعني جذبتها إليها وقالت تتبعي بها أثر الدم، بهذه الفرصة يعني قطعة من خرقة أو قطنة أو ما أشبه ذلك يجعل فيها مسك ويتتبع بها أثر الدم.